ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كامل بخير. ما ديوهاش على هاد الحاله اللي انا فيها حيتاش قلت ما كاين لاش نعاود نقادو شي اصلا اليوم الحد اليوم الحد ما كاين حد. وشوف واحد من احسن حاجه هو انه يكون ناتوريل وداكشي ديال الميك اب وهذا ما كاينلاش. انيويز مرحبا بكم في فيديو جديد. انا عارفه راسي تعطلت بزاف هاد المره ولكن عندي بزاف ديال لي سوجي ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم واحد بواحد. وكنوعدكم ان ابارتيغ دوجوردي غادي نبدا نحط لكم فيديوهات فهمتي بواحد الطريقه. نحط لكم شي جوج اولا ثلاثه فيديوهات في السيمانه على كل شيء لي كامبوس فرانس على التي سي اف داكشي كامل ان شاء الله. ولكن قبل ما ندخل في هاد الدوامه هادي ديال لي ستيون فرانس كنضروري نحط لكم واحد الفيديو على واحد المدينه زوينه كنت مشيت ليها. ابارمون ديرنييرمون الناس اللي مفولويني في انستغرام غادي تشوفوا انني كنت في المغرب. مشيت من بعد 3 سنين المغرب هكا باش نشوف مالين دار. وهذا صراحه ما مشيتش بزاف ما طولتش مشيت وقيله شي 5 ايام ميم با 5 ايام يعني فهمتي. كان الهدف انني نشوف مالين دار يعني ما درتش حتى بزاف. ميم سي صراحه مشيت لواحد النهار لمراكش وواحد النهار اللي كنت وصلت فيه مشيت دوزت في الرباط لانني اصلا ديجا هبطت في الرباط. دونك هادشي اللي كاين باش ما نطولش عليكم. المهم غنبارطاجي معكم هادشي كل حاجه بوحديتها بالنسبه للناس اللي باغين تمشيو مالهبطوا المغرب لي زاسوس كيفاش تجيو تلقاو طيارات رخاصين وهادشي اللي كاين. اش كنت غنقول لكم ملي كنت غاديه درت ليسكال في واحد المدينه واعره بزاف لانني صراحه كنت نقدر نمشي ديريكتومون المغرب ولكن لقيت طياره ارخص لا كنت درت ليسكال. المهم هذه غادي تعرفوها فاش غادي نجيو هنايا حيت فيما كتمشي كدير ليسكال في شي بلاصه كتكون الطياره كتقام ارخص. واصلا ديجا معروفه ان من سبليون المغرب كيكونوا الطيارات رخاصين بزاف. غادي نزيد نتاكد لكم بالنسبه للناس اللي جايين المغرب جايين زعما غيجيو من المغرب وداكشي واش عندهم هاد لا بوسيبيتي انهم يديروا ليسكال في شي دوله اخرى ولا خصهم ضروري انهم يجيو ديغاك لفرنسا. انا غادي نسول وغادي نحط لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. قلت لكم هاد الشيء اللي كاين. مهم باش ما طولش عليكم بزاف راني هبطت في سي في وسي في كتعتبر من راه كاينه في الاندلس يعني كاينه شويه في الجنوب ديال سبليون اي عليها داك الانفلونسيا بزاف بالثقافه العربيه. وعرفتي لدرجه ان شي بلايص شي دروبه وشي حوايج عرفتو راه فريمون فحال المغرب كتحس عاجي حسيت براسي انني في المغرب يعني فريمون بريباراتني شنو كيتسناني في المغرب لان فاش مشيت لقيت داكشي تماما عرفتي راه فحال. والدوماج ما كانش عندي الوقت بزاف باش ندخل لدوك القصوره وديكشي اللي كاينين تما حيت هما اللي كاينين كاع اللي لاركتيكتور ديال المغرب تماما. عرفتو داك الزليج عرفتو داك الحيوطه هذا عرفتي دخلت لواحد البلاصه هانتوما غادي تشوفوها راه فحال المسجد الحسن الثاني زعما تماما. مهم باش ما نطولش عليكم نتمنى الفيديو يعجبكم تمتعوا به ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم بالسلامه. بالنسبه للغدا بيان سور خديت بايلا وشويه ديال الحوت مقلي.
كيف ما كتشوفوا كان الجو واعر داك النهار الصراحه، ما سخونش ما باردش، شويه الشميشه هكا باش تصور. الحمد لله جاوا مزيانين، خلاص كل شيء حدا حدا، يعني ما تحتاج تاخذ لا شي طوبيس لا حتى شي حاجه. هي الصراحه احتاجيت ناخذ واحد البوس خديته من المطار باش يوصلني لي سونترفيل، واللي زوين فيه الا قطعتي الي سامبل كتقطع ب 5 اورو، لا كنتي بغيتي الي روتور زعما في نفس النهار، انا حقاش عندي اسكال غاديه النهار مهم فوالا نص النهار، كنت قطعت الي روتور كان ب 6 اورو، يعني كتزيدي اورو كتقطع الي روتور بالنسبه للناس اللي باغين يمشيو غيضلو ويرجعوا في حالاتهم للمطار. هادي كنت مشيت دخلت لواحد لونيفرسيتي داك النهار ابارامون كانوا حالينها للبوبليك، دونك قدرت ندخل. عرفتو ما يمكنش كتحس براسك بحال داخل في واحد الفيلم هيستوريك، راه ما يمكنش فريمون واعره واعره واعره، عرفتو والله الا حسيت براسي بحال شي متحف، وكتشوفوا داك اللمسه العربيه من غير دوك التماثيل. هادشي ما عندناش الحمد لله، مي تتحس داك البناء، هاد الاقواس وهادشي كامل راه توتالمون ديالنا. صافي كيما قلت لكم كلشي حدا حدا، يعني كنخرج من بلاصه كنمشي لبلاصه اخرى. هادي مشيت سميتها بلازا ديال اسبانيا واقيلا، المهم راه هي من اشهر البلايص اللي كاين في سيفي، اللي الا مشيتو ضروري ضروري خصكم تمشيو ليهم تضربوا فيهم دويره. كيف ما تشوفوا غزاله واعره، تستاهل اصلا تمشيو ليها، وما ما فهمت زعما علاش ما تمشيش ليها اصلا، لانها زعما زوينه واخا تمشي غير شي سواعد المكانه. كنت هي البلاصه اللي بقيت فيها بزاف حيت فيها بزاف ما يتشاف، وفيها واحد كتحس بواحد البيس في ديك البلاصه، مع كاين داك الماء واحد الكانال هكا دايز، راه كيف ما تشوفوا بنادم كاري دوك الباتويات وكيبقى حتى يتحرك. مهم زعما زوينه زوينه بزاف صراحه، عجبتني المدينه واعره تستاهل. بالنسبه للناس اللي مشى لاسبانيا ضروري ضروري خصو يمشي ليها. مهم نخليكم على الفيديو، تهلاو في راسكم. دونك هادي هي بلازا ديال اسبانيا، كيف ما تشوفوا شفتو من الداخل دايره فحال الجامع. وحق الله العظيم عرفتي فريمون بقيت امبريسيونا، عرفتي بقيت واحد شغن نقولك 21 دقيقه وانا كنتامل، وهذا هو داك المنظر اللي كتشوفوا من تما. عندكم تمشيو حتى تما وما تدخلوش لداخل، راه فابور ما كتخلصوا حتى شي حاجه، تقدروا تطلعوا هكا الفوق باش تشوفوا هذا المنظر. خلاص الا بغيتوا هكا تضربوا دويره في دوك الكوتشيات تقدروا، كدوروك المدينه وكيدوروك على هاد البلاصه. مهم فريمون تستاهل الزياره، ضروري ضروري تمشيو لهاد البلاصه عندكم تغطيوها لانها تستاهل تستاهل. واش كنت غنقول لكم ثاني، مهم فلا سيفيا خطيره، ومن هنيت لقيت
هاد الراجل هذا اللي تيلعب بالغيتار من داكشي زويون وخلاص ديك الفلامينغو ديالهم هانتوما غتشوفوه في الاخر. مهم شكرا على المشاهده ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو فراسكم. سلامه.